بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى مشاهدينا متابعي قنوات تي بي إن سبورتس في كل مكان، مرحبا بكم هنا في ثاني مباريات المنتخبين، المنتخب الأوروغوياني الذي حقق الانتصار في المباراة الأولى وبهدف مقابل لا شيء جاء برأسية من خيمينيز في اللحظات الأخيرة على حساب المنتخب المصري. ثم قبل ذلك كان الأخضر قد خسر المباراة الافتتاحية والمباراة الأولى له في بطولة كأس العالم أمام المنتخب الروسي بخماسية نظيفة هي الأكبر حتى الآن على مستوى البطولة. وفي الجهة اليمنى يتواجد أو في الجهة اليسرى يتواجد الشهراني، كرة بمحاولة ملعوبة على اللاعب اللي هو محمد السهلاوي، لكن نهاية أحداث الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول. حضور تامو السالم، عرضية في منطقة الجزاء، محاولة تأتي، وصلت الأوروغواي إلى نصف النهائي، وبعد ذلك عرض كليني، كرة بمحاولة ملعوبة، لكن أيضا كرة أديسون كافاني إلى خارج أرضية الميدان، بالإضافة إلى فرناندو إييرو مدرب المنتخب الإسباني، بالإضافة أيضا إلى روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا. هذه المدربين الثلاثة الأساسيين. تسديد الكرة القادمة، محمد البريك سدد، محمد اصطدمت الكرة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. نتيجة المغرب حاضرة في هذه المواجهة بحكم أنها نتمناها إن شاء الله انتصارا عربيا. كرة بمحاولة تأتي مدين اليوم، مباراة رقم 118 كثير إلى نصف النهائي، وبعد ذلك عض كليني، كرة بمحاولة ملعوبة، لكن أيضا كرة أديسون كافاني إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة مرمى عند أكثر لاعب تاريخيا الأخيرة. وفي الدقيقة 90 لتنتهي المباراة بكرة فيها محاولة خطيرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية، ركلة مرمى، ركلة مرمى، ركلة مرمى. يومها يعني خيمينيز كان موجود أمن إلى اللاعب كريستيان رودريغاز، عرضية بعد ذلك في منطقة الجزاء، الحذر من دييغو غودين، الحذر من دييغو غودين، كرة ملعوبة على نفس الوتر كلما جاءت خسارة لأحد المنتخبات العربية، لكن أيضا كرة إلى ركلة ركنية ملعوبة داخل منطقة الجزاء. العويس، أخطأ محمد العويس، ولويس سواريز يسجل أول أهدافه في منافسات كأس العالم هنا في هذه النسخة، والهدف السادس في المجمل العام بالنسبة للاعب لويس سواريز، ليعادل رقم فورلان. فورلان عند 6 أهداف بتشكيلة لاسيليستي، الآن يسجل لويس سواريز هدفه السادس. يا أمريكيا جنوبيا في المشاركات الأربع الماضية، كرة بمحاولة أمامية ملعوبة، لكن أيضا طالت على الكرة، البحث عن الكرة العرضية، وصلت إلى هتان، سدده خطيرة جدا، أول تسديدة للأخضر على المرمى في الملعب، عرضية داخل منطقة الجزاء من ياسر، محاولة ملعوبة خطيرة، من جديد هتان، من جديد هتان، يلا يا باهبري، يلا يا باهبري، يلا يا أخضر، كرة ملعوبة عرضية داخل المنطقة خطيرة الكرة الماضية، لكن فهد المولد وصلت في الجهة اليمنى إلى هتان داخل منطقة الجزاء، عادت من جديد، سدد يا رجل. سلمان الفرج تشعر أن أجوام على مشارف في منطقة الجزاء، وصلت إلى إديسون كافاني، يمر يتقدم يوم بعد ذلك بقرار من حكم المباراة كليمنت توربيل، هذا المدرب بيزي، الكرة إلى تيسير، مر تقدم، سقطوا، سلامات سلامات لتيسير الجاسم، يسقط في أرضية الميدان في اللقطة الماضية، وبعد ذلك علي البليهي، علي البليهي يبعد الكرة من أمام لويس سواريز إلى خارج أرضية الملعب، تصل المحاولة إلى ركلة مرمى. أوه سلامات سلامات سلامات، سالم الدوسري يشير إلى ضرورة تبديل تيسير الجاسم بعد الالتحام اللي كان ما بينه وما بين أحد لاعبي منتخب الأوروغواي في هذه الكرة، هذه الكرة، هذه الكرة، تيسير كان يفكر في التسديد في المرة الأولى، لكن بعد ذلك ماتياس فيسينو أمامهم في الجهة اليمنى، كارلوس سانشيز، وفي الجهة الميدان من خلال أحداث شوط المباراة الثاني إلى الآن، زالت مستمرة، عودة عن طريق البريك، عرضية في اللقطة الماضية عن طريق عطيف، لاعبون أدوارهم الهجومية أكثر، وين الجانب الدفاعي في هؤلاء الثلاثة؟ وين الجانب الدفاعي؟ من هو لاعب الوسط الارتكاز بالمسمى الحقيقي بالمعنى الحقيقي؟ كرة فيها محاولة للأوروغواي، أبعدت اللقطة الماضية،
سقوط في أرضية الميدان. حكم المباراة الفرنسي كليمن توربين يشير إلى وجود الخطر في مواجهة محمد العويسي. سدد سواريز، العويسي يتصدى، خطيرة الكرة والمحاولة الماضية اصطدمت في الحائط أولا وتغير اتجاهها، لكن بعد ذلك محمد يتصدى ويبعد الكرة إلى خارج بلاد كأس عالم. كرة لمصلحة الأخضر الآن، محاولة ملعوبة أمامية تصل إلى فهد. أوهو في هذا المونديال كرة في الجهة اليمنى، عرضية داخل منطقة الجزاء. عموما في الكرة، لا والله لا والله، اللاعب يستمر والمحاولة تصل إلى إيدينسون كافاني. ملعوبة، المحاولة الرأسية خطيرة جدا، مرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب والكرة تصل بعد ذلك إلى ركلة مرمى عند الحارس موسليرا، أو عند محمد العويس. هذه الكرة والمحاولة الماضية لعبت بشكل سريع. الإيجابي بهدفين، 2-2. كرة بمحاولة سنوات في أكتوبر من عام 2014 يومها المبطط، أول ما صارت هجمة للمنتخب السعودي. اللقطة الماضية بكل تأكيد سيتم إجراء التبديلين. لاكسون يستعد للنزول إلى أرضية الملعب، والبديل الآخر هو لوكاس توريرا لاعب سامبادوريا. دور على المولد، المحاولة في الجهة اليسرى، دييغو جودين على مستوى التغطية، وهذا خيمينيز، صافرة موجودة وخال. نعم، محاولة في منطقة الجزاء. كأس العالم في آخر مشاركة، تصل بعد ذلك إلى رمي التماس، تلعب من سلمان لاعبين الأوروغواي أطول. نعم، محاولة في منطقة الجزاء. في 2006 في الكرات الثابتة، كرة ملعوبة رأسية يرتقي إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى يلعب المحاولة، يبحث عن التقدم. ياسر الشهراني موجود في التغطية، لكن بعد ذلك الخطأ يأتي لمصلحة الوداد. دائما ما يتقدمون في الكرات الثابتة، كرة ملعوبة رأسية يرتقي في اللقطة الماضية. مين إلى الآن؟ إلى الآن للأسف الشديد مباراة تحصيل حاصل. سلامات موسليرا بعد التحام كان ما بينه إلى منتخب المغرب. كرة بمحاولة أمامية ملعوبة الآن في الجهة اليمنى، عرضية صار الكبير في آخر مباراة بستة أهداف على بلغاريا. كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، عش للأخضر في نهائيات كأس العالم. كرة تصل عن طريق كافاني في منطقة الجزاء المنتظر. كرة بمحاولة ملعوبة في منطقة الجزاء، خطيرة الكرة الماضية لازالت مستمرة، والقرار يأتي بوجود التسلل. كرة بمحاولة الآن، تسديدة تأتي وكرة تغيرت اتجاهها، لكن مرت بجوار القائم، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة مرمى عند الحارس محمد العويس. هذه الكرة والمحاولة الماضية والتسديدة كانت اصطدمت بعد ذلك في رأس إيدي، يعني مرتدة سريعة لمصلحة منتخب أوروغواي. يبحث إيدينسون كافاني والمنازات خطيرة. الكرة، يا السلام عليك يا عويس، الله على محمد العويس، يتدخل بتوقيت مثالي جدا، يبعد الكرة والمحاولة الماضية مرتدة لمصلحة الأوروغواي. شوف المرتدة الوحيدة للأوروغواي في المباراة كان ممكن أن يسجلوا من خلالها. يستلم الكرات من الخلف، يذهب بها إلى الأمام، تسديدة تأتي. برافو ياسر، ياسر يتقدم، يسدد الشهراني، لكن الكرة فيها صافرة النهاية. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، يطلقها الحكم كليمن توربين ليعلن سابع خسارة للعرب في سابع مباراة رسميا. السعودية ومصر تودع نهائيات كأس العالم.